بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أبنائي طلاب الصف العاشر مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات. سوف نتناول في هذا الدرس القطاع الدائري. في البداية، ما هو تعريف القطاع الدائري؟ القطاع الدائري زي ما هو موضح في الشكل كده في الدائرة المرسومة، القطاع الدائري هو جزء من سطح الدائرة. جزء من سطح الدائرة محدد بنصفي قطرين وقوس، يعني زي ما احنا شايفين في الشكل قدامنا ده، نصف القطر ألف ميم، نصف القطر باء ميم، والقوس ألف باء يحددوا قطاع دائري اللي هو مظلل زي ما وضح في الشكل. تمام، نصف القطر ميم ألف مع نصف القطر ميم باء قسموا الدائرة لو انتم ملاحظين كده لقطاعين دائريين، قطاع دائري أصغر اللي هو القطاع ميم ألف باء، قطاع الدائري الصغير زاويته المركزية هي هذا، أما القطاع الدائري اللي هو ميم ألف نون باء زاويته المركزية هي 2 باي ناقص هاء داء. يبقى تعريف القطاع الدائري هو جزء من سطح الدائرة محدود بنصفي قطرين وإيه؟ وقوس. كيف نحسب مساحة القطاع الدائري؟ عندنا قانون بيقول إن طول القوس على طول الدائرة بيساوي مساحة القطاع الدائري على مساحة الدائرة. تاني كده، طول القوس اللي هو طول قوس القطاع على طول الدائرة بيساوي مساحة القطاع الدائري على مساحة الدائرة. طول القوس احنا بنرمز بالرمز لام، طول الدائرة اللي هو محيط الدائرة اللي هو 2 باي ناق، مساحة القطاع ده اللي احنا عاوزين نجيبه على مساحة الدائرة اللي هي باي ناق تربيع. يبقى لو عملنا ضرب تقاطع هيبقى مساحة القطاع الدائري هيبقى لام على 2 باي ناق ضرب باي ناق تربيع، هنحصل على ان مساحة القطاع الدائري بتساوي نص لام ناق. يبقى مساحة القطاع الدائري بتساوي نص لام ناق. شنو معنى شنو نص؟ ده قيمة ثابتة، نص ده قيمة، لام اللي هو طول القوس، ناق هو نصف القطر، أي أن مساحة القطاع الدائري بتساوي نص ضرب طول القوس ضرب نصف القطر. نشوف مثال على الكلام اللي احنا شرحناه. بيقول لي اوجد مساحة القطاع الأصغر في الشكل المقابل. لو نظرنا الشكل قدامنا كده هنلاقي ان طول نصف القطر 5 سنتي وان طول القوس بيساوي 6 سنتي. يبقى معنى كده ان النق بتساوي 5 واللام بتساوي كام؟ اللام بتساوي 6. يبقى انا عندي مساحة القطاع بتساوي ايه؟ مساحة القطاع بتساوي نص ضرب لام ضرب نق. يلا نعوض يا شباب، هنقول نص ضرب لام اللي هي طول القوس اللي هو 6 ضرب 5 اللي هي نصف القطر. هنحسب نص ضرب 6 ضرب 5، 6 ضرب 5 30، نص 30 بيساوي 5 يساوي كام؟ 15 سنتيمتر مربع. شوف مثال تاني. بيقول لي اوجد مساحة القطاع الدائري الذي طول نصف قطر دائرته 10 سنتي وطول قوسه 4. يبقى أنا عندي النق ب 10 واللام ب 4، نصف القطر 10 وطول القوس 4 يبقى اللام ب 4. يبقى هنستخدم قانون مساحة القطاع اللي بيساوي نص لام نق. يلا نعوض، يبقى هنقول نص ضرب لام ضرب ناق، يعني ضرب 4 ضرب 10، 4 ضرب 10 40، نص ال 40 20، يبقى مساحة القطاع بتساوي 20 سنتيمتر مربع. نشوف كده ملاحظة نخلي بالنا منها. نعلم من القانون السابق في الدرس السابق أن طول القوس بيساوي هاء د ضرب ناق. خدناها قبل كده في اللي هو القياس الدائري للزاويه، ان الهاء دال يعني القياس الدائري بيساوي طول القوس تقسيم نصف القطر، اي ان طول القوس بيساوي هاء دال ضرب ناق، درسناها في الدرس السابق. طيب احنا عندنا مساحه القطاع بتساوي ايه؟ مساحه القطاع بتساوي نص لام ناق. تمام، تعالوا نشيل اللام ونعوض عنها بهاء دال ناق. يعني هنشيل اللام في قانون مساحه القطاع الدائري اللي لسه دارسينه، هنشيل اللام ونعوض عنها بهاء دال ضرب ناق. فمعنى كده ان مساحه القطاع هتساوي النص هننزله ونشيل اللام ونحط مكانها هاء د ضرب ناق، يبقى هاء د ضرب ناق ضرب ناق اللي هي موجوده في القانون اصلا، هيبقى نص هاء د ناق تربيع، اي ان مساحه القطاع الدائري بتساوي نص هاء د ضرب ناق تربيع. هاء د اللي هي ترمز لمين؟ للزاويه المركزيه بالقياس الدائري، وناق اللي هو نصف القطر، وهذا قانون ثاني لمساحه القطاع. يبقى كده احنا عندنا قانونين لمساحة القطاع، مساحة القطاع بمعلومية طول القوس ونصف القطر هي نص لام ناق. أما مساحة القطاع بمعلومية الزاوية المركزية بالقياس الدائري وطول نصف القطر هي نص هاء دال ناق تربيع. نص هاء دال ناق إيه؟ ناق تربيع. طيب نشوف مثال.
بيقول لي اوجد مساحة القطاع الدائري الاصغر في الشكل المقابل، ومدينا الشكل اللي موضح قدامنا. ايه المعطى في الشكل اللي قدامنا؟ معطى ان طول ان نصف القطر 5 سنتي، ومش معلوم طول القوس، لا معلومة الزاوية المركزية اللي هي باي على 4. يبقى انا عندي الهاء د بتساوي باي على 4، وعندي نصف القطر بيساوي كام؟ 5. استاذ هنستخدم انهي قانون؟ حسب المعطيات، انت مش بتختار بمزاجك، ان المعطيات الموجودة قدامنا يا ترى موجود طول القوس اللي هو لام ولا موجود هاء د؟ طبعا موجود الزاوية، موجود هاء د، يبقى نستخدم القانون اللي فيه نص هاء د ناقص تربيع. يبقى نقول له مساحة القطاع بتساوي نص هاء د ناقص تربيع. يلا نعوض، هنقول له نص ضرب هاء د اللي هي باي على 4 ضرب ناقص تربيع. ايه معنى ناقص تربيع يا شباب؟ معناه ان احنا هنربع الخمسة، يعني 5 تربيع، 5 أس 2. هنحسب نص ضرب باي على 4 ضرب 5 على 2، طلع مساحة القطاع 25 باي على 8 سنتيمتر مربع، يعني اللي بتساوي تقريبا 9.8 سنتيمتر ايه مربع. نشوف كمان مثال، بيقول لي اوجد مساحة القطاع الدائري الذي طول نصف قطر دائرته 20 سنتي، يبقى دي النق، يبقى النق كده 20 سنتي، وزاوية رأسه 100 درجة. شباب المسألة دي لو احنا ملاحظين ايه المعطيات الموجودة؟ معطيات موجود نصف القطر، طيب موجود اللام يعني طول القوس، ولا موجود الهاء دال؟ لا موجود اللام ولا موجود الهاء دال، بس موجود زاوية الرأس. طيب في الحالة دي زاوية الرأس موجودة بالدائري ولا موجودة بالستيني؟ 100 درجة، 100 درجة، 100 درجة، يبقى كده ستيني. يبقى في الحالة دي طبعا نقدر نحول من ستيني إلى دائري، هنقدر نحول من ستيني الى دائري عن طريق القانون اللي بيقول هاء د بتساوي س درجة ضرب باي على 180. يلا نعوض، هنقول 100 ضرب باي تقسيم 180، طلع الهاء د بتساوي 1.7 دائري. في الحالة دي بقى حصلنا على هاء د وعندي النق ب 20، يبقى كده نقدر نستخدم القانون اللي هو بيقول ان مساحة القطاع بتساوي نص هاء د نق تربيع. يبقى هنقول له نص هاء د ضرب نق تربيع، لو عوضنا يبقى نقول نص ضرب 1.7 اللي هي د ضرب 20 تربيع اللي هي مربع نصف القطر، طلع مساحة القطاع بتساوي 680 تقريبا كده 680 سنتيمتر مربع. شوف كمان مثال، مثال بيقول قطاع دائري مساحته 85 سنتيمتر مربع وطول نصف قطر دائرته 10 سنتي، احسب طول قوسه. تعالوا كده نقرا السؤال تاني، قطاع دائري مساحته 85، في كل الامثله اللي سابقه كان بيطلب مني المساحه، السؤال دون هو عاطيني المساحه، المساحه معطاه بتساوي 85 سنتيمتر مربع، نصف قطر دائرته 10 سنتي، يبقى معنى كده النق ب 10، احسب طول القوس، طول القوس اللي هو مين؟ اللي هو لام. يبقى في البدايه كده عرفنا ان احنا هنستخدم قانون المساحه اللي بتقول بتساوي نص لام نق، لان هو عاوز لام. يبقى نستخدم القانون اللي بيقول هاء د، اسف، مساحة القطاع بتساوي نص لام نق. تمام؟ يبقى أول حاجة نص الحل احنا حددنا أصلا هنستخدم أنهي قانون اللي هو مساحة القطاع بتساوي نص لام نق. يلا نعوض يا شباب، المساحة معطاة قيمتها 85، يبقى أنا عندي 85 بتساوي نص لام في نق، النق بكام؟ ب 10، يبقى نص لام ضرب 10 بتساوي 85، طيب نص اللام ضرب 10 يعني 5 لام. 5 لام بتساوي 85، لو قسمنا الطرفين على 5 يبقى اللام بتساوي 85 تقسيم 5 يساوي 17 سنتي، أي أن طول القوس بيساوي 17 سنتيمتر. في النهاية يا أبنائي طلاب الصف العاشر، أتمنى من الله عز وجل أن تكونوا قد فهمتم الدرس، وإلى اللقاء مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.